مركز الميكانيك مقفل صار له 3 ايام والشبيحه باجازه صار لهم 3 ايام، فوحده المسار والمصير بين مركز الميكانيك والجراجات المحيطين فيه فرضت السلام والرواق على هالمنطقه بعد اقفال المركز نهار الخميس الماضي على اثر مشكل ادى الى جرح 9 موظفين. هالطرقات يلي عادة ما فيك تجتازها بسيارتك بلا ما يوقفك شي سمسار أو شبيح ويقتادك إلى جراجه خالي اليوم. عكل حال ولدى وصولنا للمنطقة استقبلنا بالشتائم من قبل أحد الأشخاص كان بداخل سيارة هيونداي داكنة الزجاج، ما فرقنا إلا تفلينا من المنطقة، وكان حذرنا شخص آخر بيقود جيب مفيم أنه ما نطول بهالمنطقة. مدير مركز الميكانيك وليد سليمان رفض أمام كاميرا الام تي في هالواقع ودعا إلى حماية المواطنين والموظفين. موظف بيخاف، يعني نحن بهمنا أمن وسلامة موظفينا، وأكثر من موظفينا بهمنا أمن وسلامة المواطن. المواطن اللبناني لازم يوصل لوقت نحترمه، ما بيصير كيف ما كان تركين عرضة بالطرقات العامة لناس تشبه عليه طالبين إنه يعني هيدي شلولنا إياها. وأكثر محل هو محل بمركز الحدث، وعم نطلب بالمسؤولين من زمان. هلأ صارت هالقصة هيدي، كانت كبيرة، يعني مثل أفلام بتشوفها بالسينما، أشخاص بالعشرات وصلوا يمكن للمية يدخلوا ويهددوا أمن الموظف اللي عنا. هيدي ما بنسمح فيه ولا بيجوز، ونحن ما مستعدين نرجع للشغل إلا ما يتأمن حماية كافية ويصير في عقاب لهالشباب. وتنحكي حماية كافية، شو طالبين هلأ أنتوا بحذافيرة من وزير الداخلية؟ نحن المطلوب أول تأمين مركز للدرك متواجد عنا، ومطلوب ملاحقة الفاعلين والاقتصاص منهم. سليمان أكد أنه من المستحيل متابعة العمل إن لم تكن الحماية مؤمنة بداخل ومحيط المركز على مدار أيام الأسبوع، ويشار أنه عقد شركة مركز المعين الميكانيك بينتهي بعد سنتين، مما بيطرح أكثر من سؤال حول رغبة الشركة بالتجديد بظل موقعها الجغرافي الدقيق. بالمبدأ مركز الميكانيك رح يفتح أبوابه أمام المواطنين يرجع نهار التنين، ولكن بالحقيقة لقديش ولأمتين رح يضل فاتح ما حدا بيعرف، لأنه وقت الدولة تطلب من المواطن أنه يدفع متوجباته على القليل لازم يتأمن له الحماية اللازمة تيوصل لمحل ما لازم يدفع. من قدام الميكانيك بالحدد، جورج عيد، أم تي في.